تحت شعار نقرأ لنستمر ينطلق معرض بغداد الدولي للكتاب بنسخته 23 وبمشاركة أكثر من 500 دار نشر ومؤسسة ثقافية قادمة من 20 دولة إلى جانب العراق وبرعاية من اتحاد الناشرين العراقيين. وامتدح اتحاد الناشرين ما اعتبروه مشاركة واسعة في معرض بغداد الدولي للكتاب بدءا من دور النشر وانتهاء بالحضور الجماهيري للمعرض. هناك ربما عشرات آلاف النتاجات الحديثة للمؤلفين والكتاب العرب والأجانب والعراقيين ستعرض على هذا المعرض، وهذا هو حقيقة جديد، يعني هذا جديد نتاجات أن تعرض إلى الجمهور العراقي، ونحن حريصون على أن يكون العراق في قلب المشهد الثقافي العالمي والعربي، بالإضافة إلى خدمة مجتمعنا العراقي وخدمة بلدنا ودعم المتلقي العراقي بما هو جديد من النتاجات العربية والعالمية. وبأسعار شبه رمزية روج كل دار للنشر عن ما بجعبته من كتب تنوعت ما بين العلوم الشرعية والطبية والتاريخية والفلسفية الاجتماعية وأخرى مختصة بالأسرة والطفل وغيرها. معرض بغداد من المعارض اللي عليها إقبال بشكل جيد، من المعارض اللي الواحد بيجي فيها وهو مبسوط، بيشوف الناس يعني الأسر بشكل عام. بالنسبة لي أنا كمجال طفل بلاقي الأسرة جاية كاملة ما شاء الله، بيشوفوا الأولاد عاوزينه، بيشوفوا القصص، بيشوفوا الوسائل التعليمية، شغل تنمية المهارات. طبعا دار الثقافة والنشر الكردية تشارك اليوم في هذا المهرجان الكبير أو العرس الثقافي الكبير من خلال مطبوعات الدار اللي هي متنوعة عن تاريخ الكرد، عن ثقافة الكرد، الشعر. وتود دار الثقافة والنشر الكردية أن تعرف القارئ العربي عن الثقافة الكردية بجميع أنواعها. ولعل ما يعكر صفو هذه الفعالية الثقافية هو اقتحام السياسيين لمثل هذه المناسبات بهدف إعادة الترويج لأنفسهم أو محاولة تلميع صورهم، وهو ما حصل فعلاً حينما تفاجأ المشاركون بقطع نور المالكي شريط افتتاح المعرض محاولا خطف الأضواء، ليشهد المعرض جملة من الانسحابات ودعوات لمقاطعته، وسرعان ما تصدر واسم مقاطعة معرض بغداد الدولي للكتاب مواقع التواصل الاجتماعي بعد حالة من الاستياء الشعبي، إضافة إلى غياب لافت للأسماء المعروفة في الوسط الثقافي والأدبي في البلاد عن حضور الافتتاح.